اهلا، مرحبا بكم. الشباب معايا فيديو جديد اليوم ان شاء الله. قبل ما ندخلوا للبي اس 2025 نشوفوا الاحداث ديالها عاوتاني في النهار الخميس اللي لاحوا ايفنت ناضي، قلنا نشرح كل شيء. غنشرح لكم على طريقه تحميل بي اس الصينيه، نظرا على ان كاين اللي باغي يعرف هذا البلانيت. اولا يعني غادي نخلي لكم اللين تحت في الديسكريبشن، تابعوا في جوجل هواوي ابي كا ستور باش يطلع لك هواوي ستور، فهمتي؟ هو اللي منين تيشارجيش منه هنايا ديك بي اس الصينيه. انفو كتدخلوا التطبيق راه كتمشيو كتكون هو ديجا. انا اصلا هاد اللي غادي نخلي لكم ديجا هذيك هواوي على اللغه الصينيه. من بعد كلشي غتلقاو في الديسكريبشن. المهم فاش تبغوا تدخلوا بي اس الصينيه غيطلبوا منكم جيميل، غديروا الجيميل ديالكم بريد الالكتروني هو الاول. عاد ديك الساعه اذا طلبوا فيريفيكاسيون خليو لنا مدى باش يوصل لكم الميساج في اس ام اس باش تتم الكونفيرماسيون بنجاح. وشنو اخر مازال والهويه الصينيه، نقلب لكم على شي هويه صينيه نخليها لكم حتى هي باش تانستاليو ديك الملف وتعزلوا واحد الرقم التسلسلي اللي غنكون دابا هادشي انفو كندوي عليه، راكم كنوري لكم حتى في المونتاج. سو غتشوفوا داك الرقم التسلسلي ومن بعد غتشوفوا حتى ديك السميه الصينيه حيت غيطلبوها لكم. من بعد ما تبغاو توركوا على بي اس تدخلوا ليها تقصروا غايقول لك خصك تكتب الاي دي نمبر والليغال نيم. الليغال نيم هي الاسم الصيني، الاي دي نمبر هو ديك الرقم التسلسلي الطويل. سو هادشي اللي كاين عندنا، ومن بعد تقدروا تدخلوا بي اس الصينيه بنجاح. لا مازال نطول عليكم بزاف، دابا غنمشيو بي اس 25 تشوفوا الباكات واللعيبات اللي عندنا اليوم. ليتس جو. عطاونا واحد الهديه ديال الاعتزال لاعب الاسطوري لنادي برشلونه اللي ديجا مشى دابا للصين واعتزل فيها نيت، هو اندريس انيستا. كان خصنا نديرو شي مهام باش ناخدو، انا ديجا حققت دوك المهام، ولكن اللي ما فهمش انا غنشرح لكم. غير كتلعبوا 8 تاع الماتشات، 8 تاع الماتشات، ان فوا كتقصروا وكتباركيو 8 تاع البيوتا صافي كيعطيوكم انك كملتوا هذا الاوبجيكتيف. راه شي حاجه اللي ساهله، كتلعب غير دروبوت ماشي حتى اونلاين زعما باش يقولوا الخصم قوي ولا ما تقدرش تباركي ولا كي دير بوز كيما راك. يعني هذا دروبوت غتمشيو هنايا نوريكم. غتمشيو السؤال هادي ولا هادي، يعني هذاك الشيء الاحداث الاوفلاين اللي عطاو، اي حدث اوفلاين من هذا الربع اللي عاطين غادي تقصروا فيه ربع هاد الماتشات، ربع ربع بحال هكا تتكملوا ديك 8 صافي، وغتباركيو 8 البيوتا وغيعطيكم اندريس انيستا. انا باقي ما خديتوش، غناخذو معاكم وغادي نجربوه ان شاء الله. اوكي بسم الله ناخذو اندريس انيستا. الله، ماشي بطاقة عادية ولا عيانة فابور تقولوا فابور زعما راه عيان، لا هذا كان مع نادي اسبانيا في العمر ديال شحال 26 عام، يعني راه كان نيت في اوج العطاء ديالو نسدو ودبل بوستر تقنية جديدة. بالنسبة للحملة شنو غيعطيو فيها؟ عطاونا فيها واحد 50 كوينز بعدا ديال تسجيل الدخول، وعاد باش ربحنا 50 كوينز من هذيك الاوبجيكتيف نيت. وعطاونا هنايا نوريكم دليخت الحملة باقا معانا، دونك غادي يعطيونا دليخت وباقي واحد اللعاب اخر كاين في الحملة تا هو. المهم هادو يعني ديك التفتيح الباكاجات اللي عطاو حاليا، هادي ديال اندونيسيا تا واحد ما غادي يحل عليها اوف كورس، هادي ديال لعبة الاسبوع، وهذا ديال يعني فتحة مجانية وحدة على باك الايبيك ديال لعبة الاساطير ديال اليابان اللي حطو لي صراحة ما يعني ماشي شي حاجة فينومينال فينيش و فيجينال باس. هاد اليابانيين راه تيقصرو بما اليابانيين، حطو دوري ابطال اوروبا كاين هنا شي لعابة اللي يعني عاديين وصافي، فلاوفيتش اللي بالي مزيان يعني هو وديك مارتينيز. اما هنا شكون بغيت مثلا هنا في لعبة الاسبوع اللي بغيت نجرب، بغيت نجرب ساكا حيت تنزل مع الكروس سبيسياليتي يعني خاص بالعرضيات. فالفيردي تا هو الى جمع عندي حتى شي نسخة ديال فالفيردي، ليفاندوفسكي ما عندي حتى شي نسخه ديالو من غير داك الفابور حيت الفابور راه بصحه، حنا بغينا ليفاندوفسكي يكون بحال كابوس يكون شي حاجه نيت. اوكي ولكن قبل ان هادشي كله بينالتي، البينالتي ا فافور ديال ريال مدريد عاوتاني كاستولو الكره سير 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 عز ديما ملي ضربوا الجهه اليسري عاوتاني ديدي دروغبا راه كيسحاب ليا واش وصلت للاخر ديال التشانس ديال الاخر. انا نوريكم سحابني انا وصلت لهادي هادي
هي اللي فيها ديفيد بيكام، خديت هو الاول. اودي ماشي مشكل، درو باعو تاني يقدر يطيح فينا، وحنا عندنا نكمل الهاتريك تاع دروكبات. اوكي بينالتي ضربناه عادي، داكشي ما فيه والو. سير شو نشوف هاد ثلاثه الباكات اللي عندنا شكون غيكون في هذا. غنخليه هو الاخر، غنفتحو في شي باك باش نصيدو. يعني نبداو مثلا اندونيسيا، سير هذا الباك اللي ما غياخذو حتى واحد اصلا، وغيكون لعابات وحامضين ما فيهمش. شكون هذا دابا؟ هذا تقصرو كتخزنو دويل الزمان اللي بغيتي دير بيه شي لعاب ديالك وصافي. عقود ترشيح ما داروش شي حاجه زعما اللي واو، داروا ابناء ديال اللعاب الاساطير بحال هذا ولد مالديني، هذا ولد داك تورام اللي في يوفنتوس، يعني ولد سيميوني اللي كيدير في اتلتيكو مدريد. ما كاينش شي حاجه اللي تستاهل انك تاخذها من غير باكاج نجوم اسبوع. اوكي دابا حنا نمشيو لداكشي اللي بغينا. بسم الله وراكم نامي، عطيونا ليفاندوفسكي ولا ساكا، خاصك عندي شو تايم معني. شحال هادي ما جا فيا شي لعاب اسبوع كيما بغيت انا، الزهر عندي في لعاب الاسبوع زهر. شحال هادي ما جا فيا شي لعاب بغيتو. ليفاندوفسكي تولي انجليزي، شكون يلا ماشي تا ساكا جورجين، تا شكون تا شكون تخونا روتر دابا خاصك والله. هذا دابا مشا نقصر بيا انا تشوش اوالو صفت تاني. ديما خصهم نجوم اسبوع ما عندي زهر فيها، يعني قليل فين كيجي فيه شي واحد مزيان. اوكي هنا ما بلانش، المهم ما عطاو شي حاجه. هذا سير اللي عطيتو ولا عطيتو ار تا هذا هايلايت واقيل سيميون فيردي تا هايلايت ما هيش لجت النجوم قليل اللي جانا من لعب ايبيك زعما كاين هذا اصلا ما فيش. شكون قال لكم حامضي حطوا ستيفن جيرارد مدرب، ما حطوا لي حزمه لا والو، يقدروا يحطوها تل تل زعما الخميس الجاي. ستيفن جيرارد راه نتوما عطاو استحواذ والكرات الطويله. دابا نمشيو عند سي انستا، انا هاد النسخه هادي دابا باش يعني مفارقه على الاخرى. هادي اختصاص ديالها كاميليو، يعني في الباساج الدريب كلشي عندهم مزيان، حتى الاخر الدريب ديالهم مزيان، ولكن هنا الفينيش ما كاينش حيت هادي ميليو والاخرى كجناح. ولكن انستا رغم عن انه يكتبوا لي ال دبليو ولا حتى راس حرب راه غيبقى يلعب في هذا المركز هو اللي مزيان العشرة تقريبا. المهم نمشيو دابا للايكيب الاساسيه ونشوفوا البلان. غادي نمشيو نطوروا انستا ريبيريتاو، يمكن كدلت عليه واحد التجربه قصرت بيه هو مزيان. اوكي نحاولوا نجربوا بدوك اللعابه الفابور اللي حاليا جاو، نديروا انستا كيما مكتوبه ال دبليو. واخا هو مكيجيش ال دبليو مزيان، شكون خور مازال عندك هذا اللي جاني حاليا دابا. هذا اللي خصنا ما غاديش نجربو حيت ديجا عندي داك ديال الباير اللي كان عطاو لينا فابور تي راه مزيان. حيدو كاما فينغا، شكون خور صافي. هادشي اللي كاين اندونيسي مكيلاش. قبل ما نقصرو بغيت نشوف غير داك الحدث الجديد يعني اللي كاين، عطاو بحال ديك الحملة تاع اليورو والكوب، غير هادي فيفا وورلد كاب هادي فيها تخليط كلشي. كتعزل الايكيب ديالك عاوتاني وكتشوف شكون اللي يعني اغلبيه فرنسا، فرنسا هي اللي عزلتيها وترانكيتي انت الاول فرانك. راه غادي تجي يعني هذيك الكوينز يقدروا يعطوك ديك 50 كوينز 100 كوينز على حسب انت والرانك ديالك. انا عزلت فرنسا، قال لك الا عزلتي هاد الايكيب هادي يعني ولا الدوله ما غاديش يمكن لك تعاود تقدر تبدل، يعني ما يمكنش لك تبدل. فرنسا راه هي اقوى فريق من ناحيه الدول الاوروبيه. صافي انا عزلت فرنسا دابا هي اللي غادي نمشيو بها. هنا شنو عاطين هنا شنو كتربح؟ اش كتربح في الراوند الاول؟ عندك تشالنج طق 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 شي يمكن والو. واش هذا حتى هو كان نوت بيرس او فيها 50 كوينز نايس. اوكي راوند 3 شنو فيه؟ ما فيش ومزيانه. نديرو تجربه على انستا ومن بعد نجيو هنا للفيفا نقصرو فيها تاي. والله الا مزيان بيس اند لوف. ديرو بلاصه غريزمان كيما شتو، راه انستا راه اصلا كريتيف بلاي ميكر هنا كاع، ولكن غنقصر بيه في البوست ديالو فين نقيلين يعني ال دبليو. نديرو هاد الخطه على ال دبليو. اوكي ليفل ترينين نايس، جمع شويه طاقات عاوتاني. غادي ليها اوتو باي بروغريشن كوماند الطاقه كيوصل 98 مع البوستر. شوفوا فين كيوصل عندي 4. اوكي
الله يكون شي بوستر مزيان بول كاريين دريبس لعيب بحال كسل فريكي كده تشوف وايل على فريكي هتزيد لي فينيش لعيبان شوف واش تزيد نايس ولا 93 حيت هو ديجا عندو الفينيش هنا شوية طالع مزيان 85 شحال عندو في الكورد 85 شاهية 90 لو فتد باس دريبل و داكشي ديال انستا اوف كورس راه مزيان سبيد شي شوية اكسلريشن مزيان كي كاين باور تزيدش عندو خاصية تاع الدبل تاتش عندو سول كونترول و بلاتي بقا خاصو قلا فليب فلاب معرفتش عندو سبيشال دبل تاتش لا خاصو فليب فلاب و تزاد ليه سبيشال دبل تاتش ولكن انستا كتميز بسكيل تاع الدبل تاتش اوف كورس سو غنخليها ليه نايس نعاودو عاوتاني من اللول ديفيجن 5 ليتس جو اوكي نشوفو تشكيلات الخصم و شرا فيرناندو توريس باقي ما درتش البوستر الانستا اقسم اللي بعدا قول لي كمان قلت لي الحسانه كي جات اللعيبه النيو هي الستايل زعما كدا مزيان كتبوا لي داكشي في كومونتيرات يا بسم الله نسيت كاع ما درت البارسا في اللوغو ديال الايكيب ديالي زعما الاصليه البارسا واخيرا داروا ليهم التحديثات ديال الاطقم سو البارسا داروا التوني الثاني الكحل الناضي اللي غنبدا نقصر به اوكي باس من بيكام ليو ميسي ديفيد بيكام دروغبا انيستا او كان يكون اول هدف ليه معانا يلا فان بويتن سو اكسايتد يلا الله ليتس جو يلا تو اوجكس غندير دبل تاتش وبيت فان بويتن حشومه عليك فان بويتن هو بيت 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 و صالي بنات جاب الله دار ديك كيكين باور يلا دروغبا اتوصل نو ما وصلتش دوماج تشتيغن يلا لا رديت فاينس دريبلين نايس لاعبين قاع دوك شخصية الفابور ريبيري بيكام انيستا دروغبا هما الطوب تاع الفابور كيبان لي من غير ديك توني ادمز اللي كان مزيان تا هو معاه بيضو ما وصلت دوماج سير سير تاع ميسي ولا صاحبي وما لو ضرب صاحبو سير على بيتك بيكام صاحبي واش هاد الفينيس الخاري كنت حاب نكون تشيلي تعالي سير انيستا سير انيستا انيستا رجع 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 لاك وخا لاك قدرت انني نباك لي عدو عدو لا سير خا انيستا سي ديك باس باس الاخر كان خصني نكمل بيه الدريبل لكن ماشي مشكل سير روبرتو كارلوس كورس ماشي هذاك ماشي طب الله خرجت لي تير الشي كاسيس ولفت نقول تير الشي كده لا تاتر ليونيس يلا شيت ديالك بيكام نادي بيكام بيكام دابا هاد الكازا هادا تشوف شدا كاسيس شوية لا انيستا بغيت انيستا يباك بغيت انيستا يباكي معنا البيت الاول صاحبي بغيت يوكا هاديرا فيا ما نبرصها بميسي راه البيت التاني هذا صاحبي زيد البيت التاني زيد البيت التاني باش ديك الساعات ما يجيبش عليا التعادل عاد ديك الساعة نعطي انيستا يتفنن انيستا تحركاتو زوين كلشي زوين غير هو كجناح ما نضمنش ريبيري كيبان لي احسن منه كجناح واخا هو مكتوب عليه ام نشوف داك الحدث دابا في حالة ما قصرنا زعما واش عطاونا شي لعيبه ولا لا اوكي بلا شي بدا شنو هادشي كادوات لي خلينا كدا 11 ريسيف اول هيدو علينا هادشي نمشيو للميشين نتايا ناخذو فيها
50 كوينز الاخرى هي غنربحوها دابا خصنا نحققوا شي حاجه من الميسيوات. شوفوا هاد الفيفا هادي شنو تعطينا دابا، حنا عزلنا فرنسا انتر سير اي اجري كدا اللعيبات راوند الاول شنو غادي ناخذوا فيه. اما انا قصرني ضد لوجي ضد زعما الاماتور الطبله اوف كورس ليجند ليجند ما كاين سير سير ار ليجند. انا ديزا فرنسا ولي على قلي او ديزاين مختلف انا نايس علاش عطاوني هاد اللعبه كي هادشي دابا خصك تا وكان تقاد فيه تشكيله اوكي واخا نجربو نجربو داكشي حنايا دغيا دغيا نجربو عليه سير فوكال 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 مزيانة مزيانة نشوفو ليه الكروسات ديالو واش زوين. هانتوما كتشوفوها على عينيكم نايس كروس زوين كروس زوين صالح. انا اصلا مختص بالعرضيات و باسات هو ميليو على بيت الذهبي وات وات كاس العالم ديال بيت الذهبي وات ذا فاك ايوا سمحوا لينا مغاربه سمحوا لينا انا استبارك عليكم البيت الاول ديالو كتشيك تاكا زوين. بلا ما نزيد نطول عليكم فيديو بزاف كنتمنى هاد الحلقه هادي تكون عجباتكم عاوتاني استفدتوا معايا شي شويه عرفتوا بزاف ديال البلانات و تهلاو فراسكم حتى الفيديو الجاي. بيس اوت.